أمهلا القرايه الولايه انت جوج وكتب هذا الساقيه ينادينا اين دماني غلي قال ان السنديكال كنا باس دي تي كلاين ده كان يغلي ذاك اللي كان انت انت جوج تقول اون يتصفان الساقيه انا مهل القرايه يوكد زيد على فلون يتصفان يتصفات مهل تينسي وكتب مسلين ديك كاي اي راديو انت جوج وكتب ذاك كان ثم هذه نفسها تخدم مثل قوانا انت جوج ولا مشارع اي تستخر انك مدبر انا بلا ما ثلاث سبانه تفوس غفاين وميك سما لكن باش تتعدي غف يوس نتسلمات مكان ايتي ديو كذا العلوي يا حمد اين دبار انت مهلا نقرا يا سقسات الرساله الخلويه. الرساله نوجهها الى نوجهها اولا الى الاساتذه، الاساتذه نقول لهم اعتقد انكم لو عملتم موازنه بين حق التلميذ وبين ارتباطكم النقابي وبين حق فرد مدافع عن فرد على كرامه فرد كما تقولون وكرامة آلاف التلاميذ أين هي؟ إذا ضربت أستاذة بقرصين إذا صح فإن التلاميذ قد ضربوا في العمق، ضربوا في العمق وضرب أبنياؤهم في العمق لأن الولي رأس ماله إذا ما قراش ولدو معناها راهي كل الأمل تاوغات. أنا أقول راكم آباء أنتم، أنتم راهم آباء وراهم أولياء للتلاميذ، فكروا في كزميل لهم وناشدهم بأن يراجعوا هذا الموقف. لأن الأمر ماهوش في صالح التلاميذ. احنا نقولوا بكرة يا أستاذ في عطلة ما نقولوش راهم في إذا، نقولوا راهم في عطلة، إذا قنوات الحوار تفتح في العطلة، احنا موجودين، لأن احنا يعني عند أيام العمل قلنا ما يلزمش نكسروا حكم العدالة، حكم العدالة لازم يبقى قائم ولازم نحترموه، لكن الآن احنا نتمناه مازال. القاسم محمد السعيد سكريزي وزو.